بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح للدرس الثالث أو الوحدة الثالثة الدرس السابع يونت 3 لسن 7. عنوان هذا الدرس هو Some of Iraq's Animals، بعض حيوانات العراق. يقول لك لسن بعض الحيوانات اللي تعيش في العراق. هنا يعطيك Listen to 3 descriptions، استمع إلى ثلاث أوصاف and match them to the pictures، مطيق ست صور لحيوانات مختلفة. عزيز الطالب راح يعطيك وصف لثلاثة منها ويطلب منك انه تصف الانيمالز الاخرى. طبعا نفس الدرس اذا انتقلنا للاكتيفيتي بوك راح نلقى the present passive، المبني للمجهول في حالة المضارع. احنا المبني للمجهول بتفاصيله راح نشرحه في الوحدة في الدرس القادم في الدرس الثامن. لماذا؟ لانه كونه راح نعطيك كل قواعد الباسيف فويس، لكن لا مانع انه نراجع بعدها. شوف هنا use the passive voice when you don't know who performed the action or when the action is more important than who did it. يعني استخدم المبني للمجهول عندما لا نكون نعرف الفاعل من فعل الفعل، او انه نريد انه نركز على الفعل اكثر من الفاعل كونه كون الفعل هو اكثر من الفاعل. هنا طبعا مطيق حالات، فاذا ننتقل الى الباسيف فويس المبني للمجهول عند تحويل الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول راح نحذف الفاعل، نقدم المفعول به ليصبح هو الفاعل، نغير صيغة الفعل وحسب القاعدة راح نعطيك إياها. يعني عندك أول نقطة أنه تحذف الفاعل لنريد نحوله من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، نقدم المفعول به لكي يصبح هو الفاعل. هذه فأنت من حذفت المفعول به الفاعل وقدمت المفعول به هو صار فاعل، هذا نص العمل. النص الثاني هو تغير صيغة الفعل كما موجود في القاعدة. خلي بالك عزيزي الطالب، هذا الصيغة تحتاج إلى الباست بارتيسيبل، إلى التصريف الثالث للفعل. أحيانا ممكن نضيف الفاعل في نهاية الجملة عن طريق إضافة باي زائد الفاعل اللي حذفته. مثلا عندنا هنا قاعدة الباسيف فويس بالباسيف فويس إن ذا بريزنت سمبل، يعني المبني المجهول في الزمن المضارع. تعرف إنه الزمن المضارع تدل عليه كلمات مثل ذن الكلمات اللي هن always و sometimes و every و usually، وانت درسته بشكل تفصيلي هذا القاعدة. بعدنا هنا subject فعل زائد object تكملة، تحذف subject ممكن تخليه بالأخير by مسبوقا بby. الobject هنا راح يصير هو الفاعل، وتختار is أو am أو are كون الجملة بالpresent simple tense زائد تصريف الفعل الثالث. ومطيك هنا أمثلة وراح نشرحها بالتفصيل الدرس القادم. كذلك عندك هنا راح ناخذ القاعدة الثانية اللي هي قاعدة المبني للمجهول مع كان، subject زائد كان زائد verb زائد object. فعندك الobject تحذف الفاعل وتقدم الobject راح يكون كان بي زائد تصريف الفعل الثالث. وأيضا راح ناخذها الأسبوع الدرس القادم بشكل تفصيلي في حالة الصيغة الاستفهامية. طبعا هاي القاعدة تستخدمها، وقاعد تشوف انه الباسيف فويس موجود في كل الحالات. هذه في زمن المضارع التام، هذه المبني للمجهول في الماضي البسيط، وهذه المبني للمجهول في حالة المستقبل. وهذه أمثلة وزارية متنوعة عزيز الطالب حتى تتمرن عليها، راح ننزل لكم اياها ايضا في القناة. فهذا بالنسبة للمبني المجهول. إذن هو الأساس أنه تحذف الفاعل وتقدم المفعول به. راح نشوف عزيز الطالب كيف الكاتب يستخدمها. تنتقل إلى الصفحة 94 وراح ناخذ نشوف listen درس unit 3 lesson 7 listen to 3 description and match them to the picture. راح نسمعهم بالبداية وبعد ذلك نحاول نترجمها ونأشر على الكلمات المهمة. فعزيز الطالب تحاول تقراها، أي كلمة ما تعرف معناها تحاول تخلي تحتها خط حتى تترجمها. Lesson 7 Track 12 Listen to 3 descriptions and match them to the pictures. 1 They're small animals. They can only be seen at night. They sleep in the daytime. What do they look like? Well, when they're flying, they look like birds. But really, they're quite different. For example, they have big ears. Some of them look like mice. Mice!
thin animals. They can be found in deserts. What else do you know about them? They have long fangs with poison in. You can be killed if you are bitten. They sound scary. I hope I never get bitten by one. 3. They're quite big animals, with beautiful grey and white fur. Where can they be found? They can be found in many places in the Middle East, Asia, Europe, and America. Some people are scared of them, but there aren't many of them, and they do not like to live near humans. I think they're beautiful. Me too. إذن عزيزي الطالب راح نترجمهن. حاول الكلمة اللي ما تعرف معناها ترجمها، كون المعاني مهمة. They are small animals، إنها حيوانات صغيرة. They can only be seen at night، وبالإمكان مشاهدتها في الليل. فإذا عندك هذا أيضا مبني للمجهول باستخدام قاعدة كان. They sleep in the daytime، وهي تنام في وقت النهار. What do they look like؟ Look like تشبه. لماذا تشبه؟ Well, حسناً, when they are flying, عندما تطير, they look like birds, تبدو كالطيور. But really, they are quite different, لكنها في الحقيقة مختلفة جداً. For example, على سبيل المثال, they have big ears, لديها ear يعني إذن, فلديها آذان طويلة. Some of them look like mice, بعضها تبدو كالفئران. Mice? Yes, mice that can fly, يعني فئران تستطيع الطيران. I don't like them very much. ولا أحبها كثيرا. فمن تجي للحيوانات عزيز الطالب المطلق هنا راح تجد أنه هو يتكلم عن الباتس الخفاش. رقم 2. They are long and thin. إنها طويلة ورفيعة. Animals حيوانات طويلة ورفيعة. They can be found in deserts. وهي توجد بالصحراء. شوف هنا they can be found يعني هذه مبني للمجهول. What else do you know about them؟ ماذا أيضا تعرف عنهم؟ They have long fangs. Fangs يعني أنياب طويلة. With poison in مع سم فيها. You can be killed if you are bitten. You can be killed قد تقتل إذا تم عضك من قبلها. They sound scary. I hope I never get bitten by one. تبدو مخيفة scary. I hope أأمل I never get bitten by one. أنه لن لا يتم عضي من خلالها. فعندك هنا هذا اللي هو تمرين أو الصورة رقم C اللي هي السنيكس. نأتي إلى الثالث. They are quiet جدا. Big animals حيوانات كبيرة جدا. With beautiful beautiful grey and white fur. Fur يعني فرو. White أبيض grey رصاصي. Beautiful جميل. Where can they be found؟ أين ممكن أن نجدها؟ They can be found ممكن إيجادها in many places في أماكن عديدة. In the Middle East في الشرق الأوسط. Asia آسيا Europe أوروبا and America. Some people are scared of them. بعض الناس خائفين منها يخافون منها. But there aren't many of them. ولكن لا يوجد الكثير منها. But and they do not like to live near humans. ولا تحب أن تعيش قرب البشر. I think they are beautiful. أعتقد أنها جميلة. Me too. وهنا راح تعرف أنه هو يتكلم عن الصورة اللي حرفها F اللي هي الذئاب. فعزيز الطالب هذه الكلمات الجديدة تقراها. هو طالب منك describe the other animals أن تصف الحيوانات الأخرى. ننتقل للactivity. إن قلنا هذا the present passive. عندك هنا match the beginning and the ending of the passive sentences. عندك هنا هذه كلمات تحاول تسوي لها match مع هذه الجمل. عندك هنا complete these sentences تكمل هذه الجمل in the passive في المبني للمجهول. طبعا قلنا في الفيديو اللي هو متعلق بالدرس الثامن راح نشرح الباسيف فويس بكل حالاته. هنا مطيك على كان اول جملتين. هنا goats discover in Iraq or lost in the desert. فايضا هذه امثلة على هذا الدرس على التمرين الباسيف فويس اللي قلنا من المواضيع المهمة جدا واللي يتم شرحها في الدرس القادم أو في فيديو الدرس الثامن إن شاء الله. Thank you very much for your listening and good luck for you all.